أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لمتابعتكم للقناة مالتي ولدعمكم والمشاركة والتعليقات. سعيدة جدا بتعليقاتكم بصراحة. اليوم البروجكت مالتنا رح نشتغل هذه الشمس الحلوة، فمثل ما تشوفون حاطة هذه الورقة على مود تبين شوية برايت، بس هي هالشكل، هاي الألوان الشفافة. بصراحة أنا اختاريتها very 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 simple، مخطط جدا بسيط على مود نشجع المبتدئين أن يبلشوا بكل جرأة. كل اللي استعملته الألوان الشفافة الترانسبيرنت، واستعملت هنايا وهنايا الميكس ميديا. الميكس ميديا اللي أقصد به الألوان اللي هي المون والبريزم والفيتريال. راح نبلش ناخذ زجاجة نظيفة، كل اللي نحتاجه، والاوتلاينر مالتنا ومجموعة ألوان. وأهلا وسهلا بكم.